نظمت المديرية الجهوية للتجارة سطيف بالتنسيق مع المديرية الولائية للتجارة وغرفة التجارة والصناعة الهضاب لقاء جهوي ضم كل من جهات سطيف عنابة وباتنا بما يقارب 18 ولاية مع المصدرين تحت شعار التصدير آفاق وتحديات. اللقاء أشرف عليه السيد عبد الفتاح بن قرقورة الأمين العام لولاية سطيف رفقة السيد المدير الجهوي للتجارة بسطيف، حيث تم الافتتاح الرسمي لفعاليات هذا الملتقى الجهوي الإعلامي لفائدة المصدرين. أعلن أمامكم رسميا عن الافتتاح الرسمي لأشغال هذا الملتقى تحت شعار التصدير آفاق وتطلعات. إذن جونا المتعاملين الاقتصاديين المصدرين وللمنتجين وللذين يفكرون في التصدير في المستقبل، لأولا لإعطائهم توضيحات حول النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم عملية التصدير والتسهيلات التي تمنحها الدولة للمصدرين، تسهيلات جمركية، تسهيلات جبائية، تسهيلات قطاع التجارة. نبين لهم هذه التسهيلات، نوضحها لهم، هذه كلها تدخل في إطار تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، وفي نفس الوقت راح نسمعوا لهم انشغالاتهم كش ما عندهم صعوبات، كش ما عندهم عراقيل، نحاولوا نناقشوها اللي نقدروا نتكفلوا به محليا، نتكفلوا به محليا او جهويا، واللي يعني اللي يطلب مراجعه لنصوص الى اخره نرفعه الى الجهات الوصيه للبث فيه. اللقاء عرف العديد من المداخلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير لغرض الاستماع لانشغالاتهم والعراقيل التي تواجههم. تشارك إدارة الجمارك من خلال هذا اليوم أو الملتقى الدراسي من خلال محاولة إظهار أو تبيين مختلف التسهيلات الجمركية التي تمنحها إدارة الجمارك لكافة المصدرين الجزائريين، من خلال إظهار التسهيلات الجمركية التي تمنحها إدارة الجمارك سواء للمصدرين لكافة المصدرين سواء على مستوى المكاتب الداخلية أو المكاتب الحدودية، كذلك محاولة تبيان وإظهار وإعلام المصدرين بالامتيازات التي تمنحها الأنظمة الجمركية في مجال التصدير، وكذلك إعلام المصدرين بكافة المستجدات التي تقدمها إدارة الجمارك في هذا المجال على غرار دعوتهم إلى المشاركة أو التسجيل في النظام الجديد للإعلام الآلي. اللقاء كان بمثابة تقديم دفعة قوية من أجل تطوير وتنوع الصادرات من طرف المتعاملين الاقتصاديين.